نروح نتعرف على أحوال الطقس. معنا الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. أستاذ وحيد صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ إيمان، صباح الخير لكل السادة المشاهدين مع أهم وآخر توقعات الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة اليوم وعلى مدار الـ 48 ساعة القادمة. يمكن ما فيش شك ان احنا كلنا لاحظنا حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، واللي بدأت مساء الامس بهطول الامطار الغزيرة والرعدية تقريبا على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بداية من السلوم غربا حتى رفح والعريش شرقا. ويمكن قبل الفجر مباشرة بدأ سقوط الامطار ما بين الخفيفة ومتوسطة الشدة على القاهرة الوجه البحري وسط سيناء. كل التوقعات تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم، ويضاف إليها الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة واللي بيتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية مقارنة بدرجة الحرارة العظمى اللي سجلت بالأمس على القاهرة. فعلى سبيل المثال بالأمس القاهرة سجلت 23 درجة، اليوم منتظر ليها 16 درجة مئوية، انخفاض 7 درجات تقريباً. واللي هيزيد من إحساسنا ببرودة الطقس خلال الساعات القادمة هو نشاط الرياح، والذي قد يصل إلى حد العاصفة، ويمكن ده هيؤثر تأثير سلبي جامد على البحر المتوسط، هيجعله مضطرب وغير مهيئ للأنشطة البحرية، وهيؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية على الطرق الصحراوية. إن شاء الله هذه الحالة من عدم الاستقرار تنتهي معنا صباح الغد بإذن الله. هتنحصر غدا فرص سقوط الأمطار الخفيفة على المدن الساحلية، أما باقي أنحاء البلاد مفيش أي احتمالات لسقوط الأمطار، لكن يبقى الجو غدا بارد نهارا شديد البرودة ليلا، والتحذير من الشبورة المائية الكثيفة فجر الخميس بإذن الله. طبعا نصيحتي ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان، الابتعاد كل البعد عن الأنشطة البحرية، القيادة بهدوء على كل الطرق خاصة الطرق المؤدية إلى محافظات شمال ووسط سيناء.